يا صباح الخير. الصحافة النهاردة وأهم المنشطات والأخبار هنقراها مع بعض ونعلق عليها مع الصحفي اللي منورني النهاردة في الاستوديو، الصحفي والكاتب جريدة الأهرام، هو الصحفي أحمد سامي متولي. هيكون معايا النهاردة عشان نعلق مع بعض على الأخبار اللي النهاردة هتكون طازة كده على الصبح. صباح الخير. صباح الخير. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله خير. شتيت أنت خلاص جامد بقى، جدا الدنيا برادت جدا بره النهاردة. تعالى كده نستعرض مع بعض اخبارنا النهارده الموجوده في الجرائد وبعدين نرجع نتكلم عليها واحده واحده. اول خبر معانا مشاهدينا هو في جريده الاخبار الاهرام، بيقول تقدم الاسلاميين والوفد وتراجع الكتله. الشروق صفحه اولى، بديع لا خلافات بين الاخوان والسلفيين. المصري اليوم صفحه اولى، مستشار اوباما السابق يحذر من الاسلاميين ويطالب واشنطن باليقظه. أما المصري اليوم صفحة أولى، اعتداءات من الشرطة العسكرية على القضاء والآلاف يحاصرون لجان بعد إغلاق باب الاقتراع. الأهرام صفحة أولى، الحرية والعدالة، يتهم بعض القضاء بالتحيز والمرشد ينفي. الأهرام صفحة أولى، لا شبهة جنائية في تسمم معتصمي مجلس الوزراء. الشروق صفحة 3، وزير الداخلية في الطابور أدلى بصوته وتفقد لجان الجيزة. الأهرام وآخر خبر معانا صفحة أولى، ارتفاع عجز الموازنة إلى 160 مليار دولار، مليار جنيه سوري. رقم مرعب. رقم مرعب جدا، أنا أسفة. أول خبر معانا أستاذ أحمد هو تقدم الإسلاميين وتراجع تقدم الإسلاميين والوفد وتراجع الكتلة. رأي حضرتك إيه في الموضوع ده؟ هي مؤشرات أولية. أيوة. لكن تقدم الوفد كان يمكن يكون في الأول، لكن يمكن على الصبح النهاردة احنا شايفين برضو تقدم الحرية والعدالة وتقدم حزب النور. تراجع الكتلة ما سمعناش ان هم اخدوا اصوات كتير، بس انا متوقع الكتلة هتاخد على المقاعد الفردية، هتاخد لها هيكون مثلا في ليهم كراسي بعض طبعا، الكراسي خاصة اكيد في يعني. دوائر الدقي والدوائر اللي هي المناطق الراقية. أيوة. شوية، فاكيد هتاخد منها بعض المقاعد. لكن المؤشرات الأولية اللي طالعة بتقول إن النسب برضو تقريبا نفس نسب المرحلة الأولى، 50% للحرية والعدالة و20% للنور السلفي، أو 45، يعني وصلوا برضو التلتين، يعني هنقبل عدوا النتيجة أيا التلتين. كانت، بس بجد إيه السبب إنه خلى الناس تتجه اتجاه كده مطلق على الإخوان أو على الحرية والعدالة؟ هي الأسباب معروفة طبعا، إنه ليه؟ تنظيم بقاله عشرات السنين شغال، واستخدام الدعاية الدينية برضو بتأثر إلى حد كبير يعني. كانت لكن هي طبعا دعاية يعني أكتر منها لا لا، هو اختيار طبعا هو شخصي ناس ولا إيه؟ منظمة وناس بتشتغل فوق الأرض وتحت الأرض وكل حاجة، وناس بتشتغل دلوقتي بقى تشتغل على العلن. غير ان في بعض، انا شايف ان في بعض وسائل الاعلام من هجومها ضدهم الفتره اللي فاتت ديت، وسائل الاعلام الخاصه بتكسب تعاطف، بعض الناس بيكسبهم تعاطف طبعا، زي ما كان بيحصل في 2005. كل هجوم 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 على كان الاخوان المسلمين ساعتها، ما كانش في حريه وعداله، اخذوا مقاعد في اول جوله، اخذوا مقاعد، يمكن لو كانوا استمروا ممكن كانوا وصلوا فوق ال 120 مقعد مثلا، هم اخذوا 88 ساعتها، وكانوا كل مرشحين عندهم كان ما يكملوش 200 مرشح من ال 444 ساعتها، فما كانوش داخلين بنسبه 50% اصلا يعني. على العموم دايما بنأكد على ان احنا هنقبل النتيجة ايا كانت، لانه في الاخر اي حاجة هتكون في مصلحة مصر هي دي الاهم. واعتقد برضو بنأكد على القصة دي انه اللي هيمشي يمين او شمال او مش هي او هيجي على مصلحة الناس او الشعب، انت عارف طبعا دلوقتي خلاص الدنيا بقت طبعا مفتوحة واي حد يقدر يعترض. الشروق بديع لا خلافات بين الاخوان والسلفيين، كانت طلع الفترة الاخيرة انه في خلافات بين الاخوان والسلفيين، وبعد كده قالوا ان لا دي دعايه معموله على اساس ان يكون في بينهم خلافات فالناس تتكلم عنهم اكتر او يكون في حوار. هو في خلافات في الانتخابات يعني، اثناء فتره العمليه الانتخابيه في خلافات، وظهرت امبارح في محاضر متبادله في اقسام الشرطه ان دول بيتعدوا علينا وان دول بيتعدوا علينا من الجانبين، في خلافات واضحه وكده. كون ان المرشد ينفيها ده حقه طبعا، لكن واضح ان قيادات الاخوان وكاله العداله في كل الجرايد بتتكلم عن الخلافات اللي موجوده وبتتكلم عن حاجه زي كده. لكن الخلافات دي قد او من ال يعني من المؤكد تقريبا ان هي هتزول ساعة تشكيل البرلمان نفسه، أكيد يعني كله إن شاء هيتحالف الله مع بعضه وكل الخلافات دي هتزول. إن شاء الله. المصري اليوم صفحة أولى، مستشار أوباما السابق يحذر من الإسلاميين ويطالب واشنطن باليقظة.
ده دينيس روس طبعا يعني هم السياسي محتاجين المستشارة عشان المعروف. يقوموا باليقظة، اعتقد ان هم اوريدي مفتحين عيونهم على الاخر يعني. هو بيحذر طبعا من الإسلاميين، وإن كلامهم ممكن يتغير، وإن هم ممكن يتعاملوا زي النظام السابق اللي كان بيتعامل مع المواطنين كأشياء مش كمواطنين. هو متخوف من الجزئية دي، عشان كده بيحذر إدارته. وطبعا هو تقريبا كان استقال، كان هو مستشار أوباما وكان استقال قريبا، وبيحذرهم من هجوم الإسلاميين. وطبعا هو كل ده عشان مصالح أمريكا، يعني هو بيتكلم كله عن مصالح أمريكا في الشرق الأوسط تقريبا، لأن هو كان مبعوث سلام في الشرق الأوسط قبل كده. فهو يعني محور الحديث كله أكيد عشان خايف على أمن على إسرائيل مصالح أمريكا. ومصالح أمريكا في الشرق الأوسط. مصر اليوم أيضا صفحة أولى مكتوب إنه اعتداءات من الشرطة العسكرية على القضاة، وده اللي سمعناه امبارح في أكتر من قناة، والآلاف يحاصرون لجان بعد إغلاق باب الاقتراع. تفتكر ليه حصل كده؟ أو ممكن تقول لنا مثلا لو عندك فكرة عن إيه اللي حصل بالتحديد ممكن تقول لنا؟ لا، هو بالتحديد في ناس اتهمت قضاة بالتزوير ومساعدة بعض الطيارات ان هي تكسب. في ناس قالوا ان هما بيسودوا لصالح جامعة معينة، في ناس قالوا ان هما بيسودوا لصالح الحرية والعدالة. وطبعا ده منافاه طبعا المستشار عبد المعز رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، ونفاه تماما وقال اللي عنده حاجة يروح يبلغ. لكن ان الواضح ان الأزمة اشتعلت شوية، وفي عدم ثقة في القضاء، وده الخوف، كل الخوف يعني. يعني ده آخر مؤسسة، آخر حصن لينا دلوقتي طبعا القضاء. واحنا رضينا ان هو اللي مش رضينا، ده احنا يعني طالبنا وان هم اللي يراقبوا العملية الانتخابية، وان هي يكون مراقبتهم لكل الصناديق كلها بدون تدخل من اي جهة إدارية او كده. لكن الواضح ان في تصعيد جامد قوي. المستشار احمد زند رئيس نادي القضاء اتكلم كتصريحات امبارح نارية كله، بيتكلم ان القضاة حياتهم بقت سودة في الانتخابات، وان هم في ان في احتمالات ان المرحلة الثالثة يعتذروا ممكن ما يعملوهاش، او بيقول بعد كده احنا مالناش دعوة بالقضية دي، بالانتخابات. وده موضوع في منتهى الخطورة. أيوة. اذا ما وثقناش في القضاة بتوعنا يبقى قولي على البلد يا رحمن يا رحيم. خلينا نروح للأهرام صفحة أولى، الحرية والعدالة يتهم بعض القضاة بالتحيز والمرشد ينفي. هي دي برضو ليها علاقة بالتحيزات والقضاة والكلام ده، بس يعني في الآخر المرشد ينفي. يعني تفتكر لما النفي يجي من عندهم ده برضو معناه إيه؟ ممكن تعلق عليه تقول إيه؟ لا، ده شيء طبيعي لما حد يقولك ان القاضي معاك هينفي. بس انا لا اظن ان في قاضي ممكن يتدخل في التوجيه او كده، لان المندوبين المرشحين موجودين، ومرشحين بيلفوا على الدوائر، والصحفيين موجودين، والمجتمع المدني موجود، والدنيا كلها بتراقب. فانا لا اظن ان في قاضي هيخاطر بسمعته ويخاطر بمنصبه في حاجة زي كده. هو الغريب بقى في الخبر دوت بتاع الحرية والعدالة، إن المرشد راح يصوت في بني سويف، فالتصويت كان حاجة مش طبيعية، لكن مثلا حسني مبارك هو اللي راح يصوت. يعني لو قريت الخبر تقريبا في الشروق أو كده، تفاصيله بقى اكيد فيها وكالات اكتر من الأنباء كده بكتير. يعني كله بيتخانق مع بعض وبيزقوا بعض، كانت توصل للضرب وكده. هو راح قال أنا كنت قبل كده بروح اللجنة كان الوضع مختلف خالص، أنا كنت بروح أدور على اسمي يقول لك اسمك مش موجود، يلا روح. لو رحنا للأهرام برضو صفحة أولى، في نفس الصفحة لا شبهة جنائية في ابتسامة معتصمي مجلس الوزراء، طبعا من رغيف الحواوشي اللي توزع على معتصمي مجلس الوزراء، بيقولوا إنه لا شبهة جنائية في القصة. دي صادرة عن وزير الداخلية. وهو فعلا حتى وزارة الصحة أكدت إن كل الحالات نزلات معوية، مفيش حالات تسمم اللي هي المعروفة بالعادي للقيء وارتفاع درجة الحرارة وكده، مش موجودة في المعتصمين خالص. وشفنا الفيديو كلنا بالليل اللي اتذاع العربية اللي على بتنزل العربية اللي مع نزلت السيدة والسيدة اللي المحجبة. نزلت. بس طبعا السيدة ديت يعني ممكن يكون الأكل فيه الحواوشي نفسه فيه حاجة، احنا وارد ممكن واحد ياكل وارد حواوشي يجيله تسمم عادي، مش حاجة. بس هي طبعا السيدة لازم تروح تبادر وتعترف او تسلم نفسها وتقول انا اللي سلمت قدمت الأكل دوت، وتقول المحل او عاملاه في البيت او هي المحل ممكن كان تكون ايه. متخوفة شوية، ولكن في الآخر طبيعي طول ما الموضوع ما فيهوش أي شبهة جنائية طبيعي، إذا طبعا تقدري إنك تعملي ده بقلب جامد ما تقلقيش خالص يعني. احنا بنناشدها ان هي تتحرك وتروح طبعا طبعا
وبدل ما فيش اي حاله تسمم عامه يبقى خلاص ما فيش مشكله. على الاقل حتى نتاكد انها فعلا مش شبهه جنائيه او مش وراها اي حد او كده. الشروق صفحه 3، وزير الداخليه في الطابور وادلى بصوته وتفقد لجان الجيزه. كان في بعض الناس متخيلين او متوقعين ان وزير الداخليه مش من حقه ان هو يصوت. يمكن عشان هو طلع يعني قبل كده من طلع معاش فترة فانقطع عن الداخلية، يعني هو يعتبر على المعاش مش لسه كان لواء في الداخلية، فدي احتمال يكون ده الأصوب يعني ان هو يقدر حقه يصوت. لكن هو لو كان في الخدمة ولسه ما طلعش على المعاش ده طبعا ما يقدرش يصوت خالص، سواء جيش او شرطة او كده. بس وقف في الطابور فترة طويلة وأدلى بتصريحات مطمئنة إن الداخلية بتقف على مسافة واحدة من واللجان كل القوى السياسية. محمية جدا وما فيهاش أي مشاكل فعلا. والأكتر اللي قالوا إن إحنا مش هنتعرض لأي حد بالعنف خالص مرة تانية خالص، ده اللي يطمن يعني. طبعا. آخر خبر معانا الأهرام صفحة أولى، ارتفاع عجز الموازنة ل 160 مليار جنيه. رقم مرعب، ومتهيألي ده ممكن يوصل شكله كده ل 30% من الموازنة نفسها، وممكن يكون يتعدى 10% كعجز موازنة من الناتج المحلي الإجمالي. ده 10% من الناتج المحلي الإجمالي ده ده رقم محتاج دراسة كبير جدا. كبيرة جدا الفترة اللي جاية دي، ازاي ممكن التصرف في هذا الرقم انه يقل او ان هو يتجزأ، يعني صعب قوي هو بصراحة. رقم كان قيل الأول إن هو 134 مليار، واضح إنه ارتفع ل 160. في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، بس مش عارفين هيتم فين لغاية دلوقتي، هيتم في مجلس الوزراء ولا في هيئة الاستثمار ولا في التخطيط يعني هو لغاية لازم برضه دلوقتي. يسيبوا ناس تشتغل برضه شوية، لازم يدوا مساحة للجهات المعنية دي انها تشتغل وتشوف شغلها، لانه دي حاجة تخص البلد يعني. بس من بين السطور كده إن في تعديل في الموازنة العامة بيقول فيها إن احنا هنشوف إزاي نجيب إيرادات زيادة، طبعا غير ترشيد النفقات وتصريف المخزون الراكد سواء أراضي ترشيد أو مباني النفقات. أو كده. ترشيد النفقات في الـ مش الدعم، ترشيد النفقات جوه جوه الهيئات البلد يعني. الحكومية الدواوين الحكومية، لكن قالوا مش هنمس الدعم. لكن حتة الإيرادات ديت ملهاش حل تالت، هتجيب الخوف، كل إيرادات الخوف إزاي؟ يكون من اجورنا ولا ضرايب، حاجة. ضرايب جديدة. فأنا متوقع كده إن احنا الضرايب هيحركوا أي ضريبة من الضرايب اللي موجودة. طبعا مش هتبقى العقارية قالوا هتأجل، خلاص، فلسه بقى نشوف بقى ضريبة مبيعات، ربنا هنشوف يستر ضرايب عادية ربنا بقى يستر. بإذن الله. أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد على وجودك معانا النهاردة، وبنتمنى كل مرة تكون الأخبار مبشرة وتكون مفرحة أكتر يا رب إن شاء الله. يا رب بشكرك إن شاء جدا الله. ميرسي يا باشا. مشاهدينا، كان معانا الأستاذ أحمد سامي متولي، صحفي وكاتب جريدة الأهرام. خلصنا فقرة الصحافة وقلنا لكم أهم الأخبار الموجودة في الجرائد النهاردة، هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية نكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد.